الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. ومع هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم، نتكلم عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأثار ذلك في إيمان العبد. تكلمنا وبلغنا في الأسبوع الماضي إلى الكلام على خلافة على منهاج النبوة، فهي خلافة ورحمة، ونكمل ذلك إن شاء الله الأسبوع هذا. ونسأل الله في عليائه أن يتمم لنا هذا الأمر، وأن يسر لنا إتمام هذا الكتاب وكتب عديدة ومديدة في تحقيق قضية الكون، وهي قضية التوحيد لله جل في علاه. ونسأل الله في عليائه أن يسعد ولاة الأمور، وأن يلهمهم الخلاص فيما يفعلون لدين الله جل في علاه، وأن يشكر لهم أن يسروا لنا هذه المجالس، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتعاون معهم على البر والتقوى، نصرة لهذا الدين ورفعا للواء سيد المرسلين. اللهم آمين، اللهم آمين. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر خلافة عمر رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط له، فجاء رجل فدق الباب فقال: يا أنس قم فافتح له وبشره بالجنة وبالخلافة من بعد أبي بكر. قال: فخرجت فإذا عمر فبشرته بالجنة وبالخلافة من بعد أبي بكر. هذا حديث موضوع لا يصح الأحوال، لأنه لا تصريح بالخلافة حتى في أبي بكر كما أظهرنا وبينا ذلك، أنه لا تصريح فيها بالخلافة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 12 خليفة أبو بكر لا يلبث بعدي إلا قليلا، وصاحب رحى دار العرب يعيش حميدا ويموت شهيدا. فقال رجل: من هو يا رسول الله؟ قال: عمر بن الخطاب. أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه. ما زلنا مع خلافة على منهاج النبوة، خلافة ورحمة. والخليفة الثاني سيد الناس بعد أبي بكر، بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، أول من لقب بأمير المؤمنين بإجماع الأمة على أن خلافته كانت فتحا ونصرا وعزا لهذا الدين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، العجب العجاب أنه ما كان من أسرع الناس إسلاما، بل هو بعد الأربعين، يعني يعد من الأربعين الذين دخلوا الإسلام، فسبقه عثمان وسبقه سعد وسبقه طلحة وسبقه أبو عبيدة، كل هؤلاء سبقه علي عمر بن الخطاب، وهو سبقهم عند الله جل في علاه. ولا غروة ولا عجب ولا استغراب، من سار إلى الله جل وعلا أسرع الله به. وهذا الذي قاله عمر أيضا بيانه بلسان حاله، وقالها تصريحا سهيل بن عمرو لما أوقف عمر بن الخطاب أبا سفيان وسهيل بن عمرو خلف الباب، ولما جاء بلال بعدهم بكثير أذن له، استأذن فأذن له، فقال: أذن لهذا الحبشي وأترك أبا سفيان وسهيل بن عمرو أماجد مكة. فقال سهيل بن عمرو بفقه دقيق، قال: سارع إلى الله فأسرع الله به. ولذلك أدخله وقال له بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه سارع إلى ربه جل في علاه وإلى مرضات الله جل في علاه، فأسرع الله به، فجعله الرجل الثاني، الوزير الثاني لمن استلم السمع والبصر، عمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان عمر بن الخطاب إسلامه عجبا، لما سمع القرآن وسمع أن أخته قد دخلت في الإسلام دخل عليها وعنفها حتى أنه ضربها وصفعها، وأراد أن يأخذ القرآن منها يقرأ الآيات، قالت: لا، أنك رجس فاغتسل أو توضأ. ففعل، ثم قرأ القرآن وذهب للمسلم يسمع سورة الحاقة، وما هو بقول شاعر ولا هو بقول كاهن، إلى آخر الآيات، حتى دخل في دين الله جل في علاه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت
في البيت الذي كان يجتمع فيه ابن الأرقم، فنظر الناس فارتعبوا عندما ولد عمر بن الخطاب قد تقدم إلى هذه الدار، فقال حمزة وكان فيهم حمزة، قال حمزة قال إن يأتي لخير فالخير له وإن يأتي لغير ذلك فقتله علينا هيا، وحمزة أسد الله وأسد رسوله ويطمئن قلوب المسلمين. فلما جاء كان كالنسلم قبلها كان قد دعا بإسلام عمر بن الخطاب، فلما دخل عليه فأخذ النسلم بتلبيب ثوبه وقال أما أنا لك يا عمر أن ترجع إلى ربك، أما أنا لك يا عمر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجثى على ركبتيه. وانظر إلى إسلام عمر وكيف كان عزا، فقال يا رسول الله ألسنا على الحق حيين أو متنا؟ قال نعم نحن على الحق. قال ولما لا نجهر بهذا الحق؟ فاصطف الناس صفين، صف على رأسهم حمزة وصف على رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، فدخلوا جميعا إلى المسجد، فنظرت قريش فما أصيبوا بهم وغم مثل هذا الهم والغم الذي أصابهم من إسلام عمر بن الخطاب بعد حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كما قلنا هو أمير المؤمنين، أول من لقب بذلك، وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، وهو بمنزلة الله بمنزلة السمع والبصر، فضله عظيم، فضله عظيم، وقد جاءت الأدلة وتواترت ببيان فضل أبي بكر وعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذان سيدا كهول أهل الجنة، هذان سيدا كهول أهل الجنة، وفي رواية عدا أو خلا النبيين والمرسلين، فهؤلاء هم أعظم الناس قدرا في الجنة، أبو بكر وعمر. وأعظم ما يقال في فضل عمر بن الخطاب صححنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، وفي رواية أحد العمرين، والصحيح أنها كانت إفرادا هذا الذي صح، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال كان إسلام عمر عزا للمسلمين، وكانت هجرته فتحا، وكانت خلافته نصرا. فعمر بن الخطاب دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، دلاله واضحه جدا على فضل عمر ومقدار عمر. لذلك لقيت ابواب السماء مفتوحه وقد استجاب الله له، بل كان كما ورد في بعض الاثار ان اهل السماوات يتحدثون بفضل عمر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الرؤيا التي راها له، ونتعجلها الان قبل ان نتعجلها، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به كان نائما فراى كانه في السماء، فوجد الى قصر منيف أذهله، وجد امرأة وضاء جميلة جدا أجمل من الشمس تتوضأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي هذا القصر، يا لها من مسألة عظيمة وتواضع عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، ويا له من فضل عمر بن الخطاب، فقال لي هذا القصر؟ قال لا، لرجل من أمتك يدعى عمر بن الخطاب. فقال لعمر بن الخطاب يبشره بذلك ولولا غيرتك، فوصف المرأة الوضاءة، كان فيها امرأة تتوضأ وضاءة جميلة جدا، قال لولا غيرتك لدخلت. فبكى عمر بن الخطاب قال أمنك أغار يا رسول الله، أمنك أغار، رضي الله عنه وأرضاه. وفي فضل عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كما في الصحيح عمرو بن العاص فسأله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال لست عن النساء أسأل، عن الرجال. قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال عمر، ولذلك قال إن يتبع أبا بكر وعمر يرشده، قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، ما تركه ما من شيء يذكره السلام إلا وفيه اقتران بالنبي صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعمر حياة وموت. لذلك علي بن أبي طالب لما مات عمر بن الخطاب ونظر إليه ممددا فقال ما تمنيت أن ألقى الله جل وعلا بعمل رجل مثل ما تمنيت أن ألقى الله بعمل عمر بن الخطاب. ثم قال كثيرا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وأنا وأبو بكر وعمر، فقال وأنا أظن أن الله جل وعلا سأحشره مع صاحبيه مع أبي بكر وعمر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في مجلس التحديث مع الناس قال بقرة تكلمت، فنظر الناس أبقرة تتكلم؟ وكيف تتكلم البقرة وهي من العجموات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما تصدقون بذلك؟ بقرة تكلمت وأنا أصدق ذلك وأبو بكر وعمر. والعجيب أن أبا بكر ولا عمر كان في موجودين في المجلس، فقال أنا أصدق ذلك وأبو بكر وعمر، دلالة على قوة اليقين والتصديق من أبي بكر ومن عمر رضي الله عنهم أجمعين. من فضل عمر بن الخطاب العظيم العميم أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه مدحا عظيما عندما دخل عمر بن الخطاب، فوجد الناس يلعبون الحبشة يلعبون بالحربة، فأخذ يحطبهم بالحصى ويقول في مسجد رسول الله حتى فر الناس من أمامه، فقال إيه يا ابن الخطاب لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكت. انظر إلى فضل عمر بن الخطاب. لكن هنا إشكال أقف معه حتى أنظر في جمال الإخوة وتفكير الإخوة لما يقول صلى الله عليه وسلم إن إيه يا ابن الخطاب لو سلكت فجا لسلك الشيطان
فجا غير الفج الذي سلكته، يعني يفر الشيطان من من؟ من عمر بن الخطاب. لكن الشيطان لم يفر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اشكال. واجابته من وجهين، وفي الوجهين وجوه وفي الوجوه ترجيح. تفضلوا. طب تسمح اللي فاهم السؤال يرفع ايده. كل هؤلاء مش فاهمين السؤال؟ ما مش فاهمين السؤال، الربع فقط اللي رفع ايده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا قول. تعرف اماني؟ تعرف الاجابه؟ تعرف الاجابه؟ عيد ايش؟ عيد بالعربي، انا بالمصري، ليش بالعربي؟ لا عيد هذه بالمصري، وانت دايما تنهاني انا اتكلم بالمصري، ثم تكلمني انت بالمصري. عيد بالايش؟ لا شوف، عيد بالسؤال ولا عيد بالمصري ولا باللغه العربيه؟ لا بعيد، عيد هذه الكلمه، كلمه هذه كلمه لفظ، تعيد عيد هذه مصر. ليش تكلمني ايش؟ لا كيف تكلمني بالمصري وتنهاني اتكلم معك بالمصري يا مان؟ ما ينفع هذا. قل لي قاعد اجلس اجلس. جزاك الله خير. اقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا عظيما، قال ايه يا ابن الخطاب، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. فالشيطان يفر عندما يرى عمر. من العجيب بعض الاثار انه لما مر في طرق المدينه قابله جن فصارعه عمر بن الخطاب، فصارعه. فالعلماء يقولون هنا لابد من التوجيه. الآن يفر الشيطان من عمر بن الخطاب، لكنه لم يفر من النبي صلى الله عليه وسلم. طب هات يا مالك. صلى الله عليه إجابة سديدة. نريد بقى الإفصاح بالتفصيل بقى لها. بالوجوه والكلام في الوجوه. طب في وجهين فقط. ما الآن هي المفروض يا إخوة، مش طالب العلم لما يتكلم في مسألة يريد يؤصلها فبيأتي بأصل الدليل ويشوف الوجوه اللي فيه فقط. هاتوا أصل الدليل. هات من ايش هذا؟ في حد فهم السؤال؟ اللي فهم السؤال يرفع ايده. طب واحد بس والباقي، وما الباقية دول، طب اللي هم يعني بركة؟ ما انا اريد افهم بس في ايادي لا اترفعت هنا ولا هنا. يعني انا مش فاهم اللي في النص ايش؟ هو قال له اللي بيعرف يكتب ويقرأ يجي يمين، فجاي يمين، اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب يجي شمال، فوجد ناس في النص. طب اللي في المنتصف دول ايش؟ ما خلاص عرفنا الرأي. فقال تعالى انت بغياتي. انا اريد افهم اللي ما رفعوش ايديهم ليش ما رفعوش ايديهم؟ اللي فاهم السؤال يرفع ايده. ممتاز، نزلوا بقى دي. اللي مش فاهم السؤال يرفع ايده. طب في تعاضد عليا بهذا الفريق. طيب هو السؤال الان، عمر الخطاب فر منه شيطان ولم يرد هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفر الشيطان من النبي صلى الله عليه وسلم، فما التوجيه؟ بس عمر افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال بذلك فقد كفر، انتهى الموضوع. ها يبقى بالاجماع ومن عموم الدين بالضروره ان الرسول صلى الله عليه وسلم افضل من ايش؟ من عمر. ده انت ممكن تقول الخاضر افضل من عمر مع الاختلاف في ايه؟ في نبوته، مفهوم؟ فما بالك بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نجيب؟ هات عمرو بسرعه. فاسلم، فاعنني عليه فاسلم، هذا النص، والنص له وجهان. ها فاعنني عليه فايه؟ فاسلم، فاعنني عليه فاسلم. وجه انا بقى خلاص، انا اتيتك بالمساله المهمه، ائت بقى بالتوجيه. لا خلاص تعمد انت في اللغه بقى، انتهى الموضوع، استبابه هو فاهم خلاص اللي فيها. فين هو؟ شايف انا الان وين اخفى راسه؟
هو دائما مرفوع الراس عندنا. اتفضل اتفضل. فأعانني عليه فأسلمه، فأسلمه من شره فلا يستطيع لي شيئا. انتهى الموضوع. لا فرار، ده هو أصلا فرار أو غير فرار، بل هو تعرض لعمر وأراد أن يؤذي عمر ولكن الله نجاه. لكن هو الآن لا يستطيع حراكا، لا يستطيع بحال من الأحوال أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فأعانني الله جل في علاه فأسلمه. أرأيت كيف أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلباب الجن الذي جاءه بكرة النار وهو يصلي، وقال لولا دعوة أخي سليمان لإيش لربطته في السرية لعبيه الصبيان الثانية. فأعانني الله عليه فأسلم. دخلوا في الإسلام، دخل في الإسلام. هذا التوجيه الثاني. ففي الحالتين يكون الأمر مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغرض المقصود، هذه فضيلة عظيمة أيضا لعمر بن الخطاب عندما قال له سلم إهني عمر قد فر منك الجن والإنس، وقال لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا عظيمة جدا تبين فضل عمر بن الخطاب في كثير من الأمور. أما الرؤيا الأولى رؤية الدلو، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدلو وابو بكر اخذ فنزع ذنوبين، نزع النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان ينزع، ثم بعد ذلك نزع ابو بكر ذنوبين وفي نزعه ضعف دلالة على قلة المدة التي كانت فيها خلافة ابي بكر رضي الله عنه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ الدلو. عمر بن الخطاب فاستحالت في يده ايه غربا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب الناس بعطن مبارك الابل. يعني هذه المسألة مسألة كان فيها ما فيها من العبقرية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت عبقريا يسري فريع عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي الرؤية الأخرى التي رآها صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب عندما رأى الناس كل منهم عليه قميص قمص التي يرتدونها ومتفاوتة النسبة، لكن لما سألوه عن عمر بن الخطاب قال يجر قميصه، فقال وما أولته؟ قال أولته على الدين ديانة عمر. وهذه دلالة واضحة جدا أنه قال أشدهم في دين الله جل في علاه عمر بن الخطاب، وهذا الذي نبينه في المواقف الإيمانية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أخرى تدل على سهولة عمر بن الخطاب في العلم والفقه، ولولا ذلك لما تاس الناس في هذه المدة وقد امتلك وملك الله رقاب العباد والبلاد في مدة وليدة من عمر الزمن بعد العشرة بسنتين. فعمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وسلم رأيت أنني أشرب اللبن ثم أعطيت فضلتي لعمر بن الخطاب. قالوا يا رسول الله وما أولته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أولته بالعلم، أولته بالعلم. وظهر علم عمر بن الخطاب كما سنبينه باهتمامه بالعلماء والفقهاء في خلافته، ثم بعد ذلك المسائل المستحدثة التي فصل فيها عمر بن الخطاب دلالة على الرصانة ودلالة على أنه كان بحرا في العلم. الغلط المقصود هذه بعض فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أما ذكر خلافته فبالإجماع أن هذه الخلافة كانت قد نص عليها أبو بكر، فهي منصوص عليها. خلافة عمر منصوص عليها على اختلاف في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر عمل بقول الله جل في علاه وشاورهم في الأمر، وهو كان قد رتب وبيت النية على عمر بن الخطاب، فتش في الناس وبحث فلم يجد مثل عمر بن الخطاب، ولا أحد يداني عمر بن الخطاب، ولا أحد يساوي عمر بن الخطاب، وقد رأى من احتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن الخطاب، فبيت النية ولكنه أراد أن يطبق ذلك لتبرأ ساحته أمام الله جل في علاه، وشاورهم في الأمر، فدخل فأمر بأن يدخل عليه عبد الرحمن بن عوف، قال ما تقول في ابن الخطاب؟ قال قولي تعرفه أنت وأنت أخبر به مني. وأنت تقدمه على الناس، يعني أنت تقدمه على الناس. ثم أدخل عثمان بن عفان قال لا أحد حري ولا خليق بالخلافة إلا عمر بن الخطاب. ثم أدخل الناس تباعا ما أحد تكلم في هذا الباب ببنت شافها إلا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. طلحة الخير ما قال عن الخلافة شيء، وعلم أن عمر بن الخطاب هو حق الناس فيها، لكنه قال فماذا تجيب ربك الذي في علاه أن تجعل عليهم شديدا غليظا مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فكان نائما فجلس قال نعم إهن وربي إني لا أجيبن الله جل في علاه بأني جعلت عليهم خيرهم وأتقاهم وأورعهم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. لذلك جاءه عثمان بن عفان قال ائتني بالكتاب فأكتب فأغمي عليه، ثم لما أفاق قال من كتبت؟ كتبت أنت؟ قال لا. قال ولو كتبت أنت فأنت خليق بها، لكن اكتب عمر. قال كتبت هو عثمان؟ قال كتبت عمر. قال إي والله لا أحق بها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال فإن اتقى الله في الرعية فهذا ظني به، وإن خالف في ذلك فأمره إلى الله جل في علاه، لتبرأ ساحته لأنه خادمة الخير لأبي بكر. فخلافة عمر بن الخطاب كانت منصوص عليها، ولم يمت أبو بكر وهو على فراش الموت حتى قال طمئنوني على الباب فأتوني بالناس، فأتوا بالناس فأمرهم بمبايعة عمر بن الخطاب حتى ينام قرير العين حتى يلقى بصاحبه وهو قد طمأنه على أمته إن صح التعبير. الغرض المقصود فقط
بايع الناس وتتابعوا وتتايعوا على مبايعة عمر بن الخطاب حتى مات أبو بكر رضي الله عنه واستلم عمر بن الخطاب الخلافة. العجيب أن ابن مسعود قال كلاما من ذهب يكتب بماء العين، قال أشد الناس فراسة في الدنيا ثلاثة، ثم ذكر الثلاثة قال عزيز مصر وابنة شعيب وأبو بكر الصديق. أما عزيز مصر فقد ظهرت فراسته عندما نظر إلى يوسف فقال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكان يوسف عليه السلام والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأما ابنة شعيب هي التي ذهبت إلى أبيها وقالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، تلمح بأنها تريد فزوجها إياها وساعدت سعادة ليست بعدها سعادة فقد تزوجت نبي من أولي العزم من الرسل. والثالث هو أبو بكر قال فراسته كانت حقا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لقد فتح الله على يد عمر بقاع الأرض وأصقاع الأرض جميعا على يد عمر بن الخطاب وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومضات سريعة وبعض المواقف النيرة في خلافة عمر بن الخطاب وهي كثيرة ونسنا بصدد السيرة نتكلم على مسائل مهمة في هذا الباب. أول هذه المسائل هو أن زمان عمر كان زمان الفتوحات كما قال صلى الله عليه وسلم حتى ضرب الناس بعطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستحالت غربا ففتح الله له المشرق والمغرب وكسر الله على يديه كسرى وقيصر. فمعركة القادسية عندما عمر عليهم سعد بن أبي وقاص حدث فيها ما حدث من العزة والرفعة وأيضا القوة والتمكين للأمة الإسلامية، وسعد بن أبي وقاص حدثت معه كرامات عندما بعث المغيرة بن شعبة يكلم رستم ويقول كلنا رجل واحد والموت أحب إلينا من الحياة حتى ارتعدت فرائسهم، ودخل على رستم ربعي بن عامر برمحه الصغير كما قلنا كثيرا ويدخل يضرب الوسادة التي من وسير ومن حرير وهو يقول لهم من أنتم وماذا تريدون، فيقول له ربعي بن عامر نحن عباد لله ارتعسنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد بعزة عظيمة. وهو يستغرب من هؤلاء الطائفة الصغيرة كيف يأتون إلى الجيوش الجرارة هذه وثم تهزمهم، وعمر بن الخطاب يوصي إننا لا نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد إنما نقاتل القوم بإيمان وكفر تأييكم والمعصية وعليكم بطاعة الله جل في علاه. وكان يبعث معهم من الصالحين الذين يحتسبهم عند الله جل في علاه ويحسبهم عند الله جل في علاه من الأتقياء الأخفياء، فإن البركة مع الأتقياء ومع الصالحين. وأيضا فتح الله جل في علاه كما قلنا ختمت حياة أبي بكر بمعركة اليرموك ثم جاءت البشائر لعمر بن الخطاب بالفتح الكبير وهزيمة الروم. ففي عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كانت الفتوحات العظيمة وأغلاها وأرقاها وأسماها هو بيت المقدس وفتح مصر. فتح مصر لأن مصر كانت القبط يملكونهم حتى جاء عمرو بن العاص وله عظيم المنة على المصريين عندما دخلوا في الإسلام أفواجا وظهر منهم الأفذاذ والأماجد في بعد دخول عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. والعجيب في الموقعتين حدث ما حدث من أمور عظيمة، منها أولا بيت المقدس استعصى على كثير من صحابة رسول الله وعلى أعظمهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمين هذه الأمة هو أبو عبيدة بن الجراح، وبعث أبو عبيدة قال استعصى الأمر علينا فتعالى أمير المؤمنين لعل الله يفتح عليك. وهذا له من الفقه ومن الدقة النظر ما أعظم ما تراه من العلماء الأتقياء، من كان عالما موفقا عاملا تقيا نقيا يوفق ويسدد. هو علم أن بالصالحين تكون البركة وبالصالحين يكون النصر والفتح والتمكين وبالصالحين تكون الهزيمة والوبال والعار والشنار والوبال في الدنيا والأمر الاتفال آخر الدنيا وفي الآخرة إلى النار والمسألة التي يكون فيها العذاب العظيم. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر القبر. فعلم أبو عبيدة أن من الصالحين من يكون له عند الله جل وعلا من المكانة فيجعل الله الفتح على يديه، كما حدث مع أنس بن النضر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تكسر سن الربيع؟ لا والله، هو لا يقول ذلك معارضة للسلم، هو يقول ذلك طبعا في الله جل في علاه. فتأتيه الأدلة من السماوات الآيات يعني تأتي من السماوات أن المرأة ترضى أو ولي المرأة يرضى أو ولي الجارية يرضى بالدية ولا يرضى بكسر سن القصاص. والنسلم يقول لأنس يا أنس كتاب الله القصاص. ثم بعدما رأى النسلم من تلطف الناس بعدما كانوا على عزم وحسم لابد من القصاص السن بالسن، فقال النسلم ونظر متعجبا جاء الولي راضيا وقال لا كسر للسن نرضى بالدية. فقال النسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فهناك أناس يجعل فتح العديم الصلاح، ولذلك الهجوم الضاري على الصالحين وقتل الصالحين هذه مسألة ليس فيها من الخير أبدا بحال من الأحوال، لأن الصالح لا تعلم من الذي يجعله الله جل وعلا وقاء
وصايا للأمة بأسره. كنا موت العلماء فيها ما فيها من البلاء العظيم على هذه الأمة، لأن موت العالم هو الوقاية أصالة للأمة، فموت العالم نذير شوق. إذن الأمة تخلو من العلماء، العذاب يقتل. الأمة وقاية جنة للعلماء، الأمة تحتاج لهم حاجة عظيمة، فالعلماء هم وقاية للأمة، فلذلك كالصالحين. فانظر إلى دقة نظر أبي عبيد بن الجراح رضي الله عنه، قال استعصى الأمر عليه، لو تأتي أمير المؤمنين يجعل الله الفتح على يديه. وكان هناك من الصالحين كثر وأصلحهم وأرضاهم وأطاهم هو عمر. قال ابن عباس حدثني رجال مرضيون عندي وأرضاهم عندي، عمر بن الخطاب هو أرضاهم وأتقاهم وأصلحهم بالإجماع. علي بن أبي طالب يقوم في خطبة في الكوفة على منبر الكوفة يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويقول ومن سمعته قدمني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، فكان أصلحهم. لذلك استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف لا يا أمير المؤمنين، وتترك المدينة لمن؟ فقال علي بن أبي طالب، وكان قد وثق وسدد، وكان علي بن أبي طالب صراحة كان خير معين لعمر بن الخطاب في قضايا كثيرة استحدثت، وكان هو الخير كل الخير في آراء علي بن أبي طالب الموفق المسدد رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم سلم لا غروة ولا عجب. فقال أرى يا أمير المؤمنين أن تذهب على الله يفتح على يديك، وقد كان. ودخلوا البلدة سلما، لما دخلوا بيت المقدس ذهب، وكانت العظمة كل العظمة فيما حدث من عمر بن الخطاب أنه كان يسير على بعيره، هو على بعيره وهو ومولاه، وكانت على لغة العصر شفتات، كانت المسألة نوبات، النوبة الأولى على المولى والنوبة الثانية عمر بن الخطاب، فكان يمشي طارة ويركب طارة، وأيضا المولى يمشي طارة ويركب طارة. أمير المؤمنين يرى أنه يتقرب إلى الله جل في علاه، فالعجيب وهذا من قدر الله جل في علاه لتعلم كيف عظمة الإنسان وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. لو رأيت الرجل حافيا فلا تحتقره، لو رأيت الرجل بثياب الرافة فلا تقل من هذا ليجلس معنا، ما تعرف قدره عند ربك إلا في علاه، وما تعرف ما يحمل لعله من عالم جليل. وهذا الذي حدث من الأغرار الأغمار، عندما دخل الإمام الشنقيطي على بعض طلبة العلم يدرسهم وكان في ثياب وهيئة الرافة، قالوا من هذا؟ حتى شيخنا عثمان يذكر ذلك تصريحا، قال لما رأيته فتذكرت السعدي، شيخنا السعدي، شيخ السعدي فحل من الفحول، لكن نظرت قلت مالي وللمعهد، لما تركت السعدي وجئت لهذا الرجل؟ قال فما أن تم الله وابتدأ علمنا أننا أمام بحر لا ساحر له، أو كما قال. فالمسألة قدر كل امرئ ما كان يحسنه، لكن أبو عبيدة بن جراح كانت مأخذا عليه في هذا، فقدر الله كونا أن تكون النوبة في الركوب لمن؟ للمولى للعبد، والسيد يمشي ودعك يمشي فقط، يمشي حافيا، وقد تأبط نعله. فنظر إليه أبو عبيدة بن الجراح وقال يا أمير المؤمنين ما أحب أن أرى القوم ما أنت عليه، أنت عليه من المؤمنين، نحن ما أتينا بك إلا الفتح، فتأتي حافيا يقولون ده حافي، أمير المؤمنين حافي، لا نحن لابد أن نقاتله. فالغرض المقصود، قال عمر مؤدبا ومعلما لأبي عبيدة بن الجراح، أو قل مذكرا إن صح التعبير، ويصح أن أقول عمر يؤدب أبو عبيدة، نعم هو أفضل منه، أبو عبيدة يؤدب من تحته، نعم أفضل منه. هل هذا نفي للأدب الذي عندهم؟ أعوذ بالله، حاشا لله، هم أدب الناس، لكن نحن نتكلم على تفاوت الكمالات. فالأدب عنده وعنده مرفوع بالكمال، لكن كمال فوق كمال. فقال له يذكره يا أبا عبيدة لو قالها غيرك لصفعته، كنا أذل قوم في الجاهلية الجهلاء، كنا لتعلم الأمة بأسرها لا رفعة إلا بالدين، لا تمكين إلا بالدين، لا قوة إلا بالدين، لا مكان مرموقة إلا بالدين والله، والدين مجموع في الكتاب والسنة فقط، أقصد أصول الدين في الكتاب والسنة فقط. فقال أبو عبيدة بن جراح، قال له عمر بن الخطاب إيه يا أبا عبيدة لو قالها غيرك، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إذن الذل منوط بالبعد عن الإسلام، والعز منوط بالقرب من الإسلام. فنظر الحبر اليهود أو حبر النصارى فقال هذا وصف هذا الرجل هو المكتوب عندنا، فسلموه المفاتيح دون أدنى عراك ودون أدنى قتال. فلذلك قلنا فتحت سلما ببركة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فالحمد لله ثم الحمد لله. وأما في مصر فظهر فيها ما ظهر من الخير، وعمر بن العاص فتح مصر كما قلنا وانتشر فيها الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. ثم وقعت مسألة عظيمة جدا هي مسألة العدل العمري، وهذه قصة في إسنادها بعض الكلام، في إسنادها بعض الكلام، فإن شاء الله نتكلم عنها بعد ذلك عندما نتكلم على عدل عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الومضات المضيئة في خلافة عمر بن الخطاب، كان أرحم الأمة بالأمة،
معناه كان من الشدة بمكان، لكن حباه الله لين ورحمة أعظم مما تكون، فكان يعني يسعى إلى قضاء حوائج الناس. طبعا هو أول من عسى في الليل، عمر الخطاب هو أول من سار ليلا ينظر في أحوال الأمة. من عجيب أمره أن طلحة بن عبيد الله نظر ليلا فوجد عمر الخطاب يمشي وحده، فيدخل بيتا ثم يخرج منه، ثم يدخل بيتا آخر ثم يخرج منه، فنظر إلى هذا البيت فتعجب، فقال ولما يدخل عمر هذا البيت في الليل؟ فلما وضح النهار ذهب إلى البيت الذي دخل فيه عمر الخطاب، فوجد امرأة عجوز عمياء، فقال ماذا كان يفعل الرجل عندك الذي دخل وهي ما تعرف؟ قالت والله هذا رجل يأتيني من زمن من بعيد يصلح لي شؤوني، الزبالات، الطعام، الشراب، ما من شيء إلا وينظفه ويهيئه لهذه المرأة. فبكى طلحة بن عبيد الله وقال أعصرت عمر أتعقب، أعصرت عمر أتعقب، وبكى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي يقضي حوائج الأمة ويسعى في سد خلة المسلمين. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاءت بعض أهل السفر فجاءوا إلى المدينة فدخلوا المسجد وكانت امرأة مع طفلها أو مع صبيها، وكانوا يريدون حراسة، فقام عمر الخطاب دون أن يعرفه أحد ومع عبد الرحمن بن عوف حراس على هؤلاء، لكن الغرض المقصود حدث أمرا أزعج عمر الخطاب، كلما وقف سمع الصبي يبكي، كلما وقف سمع الصبي يبكي، فذهب إلى المرأة فقال عليك بابنك هذا إنه يبكي أطعميه، فكلما يعني امتدت الساعات الولد يبكي 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 حتى دخل عمر الخطاب فاشتد على المرأة فقالت والله أزعجني هذا الولد أنا أصومه ولا يريد ذلك. قال ولما تتعجلي الفطام؟ قالت عمر بن الخطاب، وكادت تتكلم في عمر بن الخطاب، لا يفرض لأحد من أولاد المسلمين حتى يحدث الفطام. فسمع هذا الكلام فانتظر إلى أن بزغ الفجر فصلى بالناس، وكان في ديمومته يصلي بسورة النحل أو سورة يوسف، فافتتح القراءة فبكى بكاء عظيما حتى أن الناس لم يعني يفهموا منه شيئا مما يقرأ. فلما سلم قال كم من ولد وكم من طفل في الإسلام قتله عمر؟ كم من قتل عمر؟ قتل أحد؟ عمر بن الخطاب وزير النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يحمل نفسه يقول كم من طفل قتله عمر بن الخطاب. ثم بعث في الأنصار قال لا يتعجلن النساء، لا يتعجلن فطام الصبيان، والله لنفرضن لكل ولد لكل وليد من أهل الإسلام، كل صبي ولد من أهل الإسلام فيفرض له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من تخفيف التبعة عليه أنه كان أرحم الأمة بالبقر وبالبعير وبالعنز، فكان يقول رضي الله عنه وأرضاه لو بغلة تعثرت في العراق لسئل عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. العجب من ذلك أيضا أنه كان يخشى على نفسه من التبعة. عثمان بن عفان قال في شدة النهار ووضح النهار رأيت عمر بن الخطاب يحتمل أو يأخذ بلباب ثوبه في سنده ويسير ويجري، عمر الخطاب أمير المؤمنين يجري، فوجدته يجري، فلما جرى عثمان بن عفان يقول ما الذي حدث؟ من الرجل الذي وقف هذا الوقوف في هذا الحر الشديد؟ فنظر فوجد عمر فقال أمير المؤمنين ما بك ما لك؟ فقال بعير من بعير الصدقة ند، هرب، بعير من بعير الصدقة ند. قال إذا ندعو أحدا يبحث عنه غيرك. فقال عمر الخطاب أيحمل ذلك عني عند ربي جل في علاه؟ أيحمل ذلك عني عند ربي جل في علاه؟ من الذي يسأل؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الومضات المضيئة جدا في خلافة عمر بن الخطاب أنه يعلم أن من مقاصد الشريعة حفظ أموال الناس وحفظ أعراض الناس وحفظ ديانة الناس، فلذلك كان يسعى جاهدا لحفظ الأموال والأعراض والديانات. فهو بالنسبة لحفظ الأموال كان يدخل الأسواق فيسأل الباعة فيقول ومعه الدر، هذه الرفيقة الدر، فيقول تعلمت فقه البيوع؟ فيقول لا، فاضرب على رأس، ويقول تقع في الربا لا محالة، تقع في الربا لا محالة، تعلمت أصول العقيدة؟ فإن قال لا ضربه على رأس، إذن لابد أن الشبهات ستعتريك، فلا بد أن تتعلم وتتقن أصول المسائل حتى إذا جاءتك الشبهة يمينا ويسارا لا تكون كالريح، لا تكون كالموج، تضيع مع أول وهلة، فإن كنت راسخا لا تستطيع حتى لو أخطأ. لذلك الزهري لما سألوه عن الراوي الذي نفق في روايته قال الراوي الذي يثبت على ما هو عليه وإن أخطأ فخذوا منه، ثابت راسخ لأنه عنده وصول لا تزعزع. لذلك كان يضرب يقول تعلمت فقه البيوع؟ فيقول لا، فيقول وقعت في الربا لا محل، لا أحد عندنا في السوق إلا وتعلم فقه البيوع. أما حفظ الأعراض فحدث ولا حرج. لما مر على في الليل سمع امرأة تقول هل من سبيل إلى خمر أشربها أو من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ مصيبة هذه.
يعني هو سمع الخمر فشربها، هو ناصر بن حجاج فما جنون عمر الخطاب ان صح التعبير، وان لم يكن فيه سوء ادب. فلما وضح النهار قام فقال ائتوني بناصر بن حجاج، ففتشوا في المدينه باسرع حتى اتوا بناصر بن حجاج، فنظر اليه فوجدوا رجلا مضيئا، وجده رجلا جميلا وسيما قصيما وله من الشعر ما له. قال احلق شعرك هذا، يعني خلاص ما اراد ان يقول له، قال احلق شعرك هذا. حلق شعر على ايش؟ اثيره كما يقول، حلق شعره فوجده اجمل مما هو بشعر. قال سبحان الله، تعمم فجعله يلبس العمامة فوجده أجمل من الأول، فقال لا تساكن هذه البلدة، فأمر بنفسه. ما حد يقول توهين المظلمة، هو ذنب ايه؟ هو مش ربنا اللي خلقه جميل؟ المسألة هنا مسألة سد ذريعة وحسن ايه المادة حفاظا على أعراض المسلمين. المرأة اتهبلت بالرجل إن صح التعبير، وهي تقول ايه؟ أو ناصر بن حجاج إن صح التعبير قالت ذلك، لكن هو هوى مر عليها، طب اعتذرت وكانت فاضلة مفضالة، وكانت من الفضلات التقيات المسلمات المؤمنات العابدات الصالحات، فبعثت إلى عمر الخطاب بأبيات تبين له أن المسألة كانت عبور للهوى وزمام التقوى أو قفر. فبكى عمر الخطاب وقبل العذر، وعلم أنها امرأة صالحة قانتة عابدة لله جل في علاه، لكنه قال ما نفيته من أجلك ولكن من أجل أعراض المسلمين، أو كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه. والقصة المشهورة لدى الإخوة جميعا عندما مر وجد المرأة يعني في الليل تقول وتحدث نفسها بزوجها أن تتلاعب معه، وإلا فالسرير يتحرك من جوانبه، وعمر الخطاب خشي عليها من الفتنة، كيف غاب عنها زوجها وكان مكتوبا في سرية، فدخل عمر الخطاب حفظا لعرض المسلمين، فدخل عمر بن الخطاب فقال لابنتي حفصة كم تصبر المرأة على غياب الزوج؟ فقالت له 4 أشهر، أكثر ما يكون 4 أشهر، قالت شهر شهرين ثلاثة، 4 أشهر ما بلغ المبلغ 4 أشهر. فقال عمر بن الخطاب وبعث إلى الأجناد لا يحبسن أحدا من الجيوش أكثر من 4 أشهر، حفظا على النساء حتى لا تفتن وتحتاج إلى رجل يعني تكون معه. الغرض المقصود هذا من مضات في خلافة عمر بن الخطاب كان يحفظ أعراض المسلمين، من ذلك نشر العلم واهتمامه للعلماء. أمة لا علم فيها ولا علماء خابت وخسرت، بل أمة لا تقدر قدر العلماء خابت وخسرت. أنا أقول لك الآن من الآن وأنت صاعد، انظر في كتب التاريخ وانظر كيف علو المؤشر للأمة الإسلامية وهي مقدمة في باقي مع الأمم وفي مقدمات الأمم، وانظر ما الأسباب، ستجد ما من خليفة وإن حدث منه ما حدث إلا هو يقدر أهل العلم ويقدم أهل العلم، لذلك تمكنوا. انظر إلى عمر بن عبد العزيز كيف كان أفضل ما يكون من عصره، بل قدموه على معاوية وقالوا سيرة عمر بن عبد العزيز أفضل من سيرة معاوية 1000 مرة، مع أن الفضل عمر لمعاوية أفضل من نعم سيرة افهم صح، سيرة عمر بن عبد العزيز أفضل نعم، العدل الذئب كان يحرس الغنم، لكن عم تكلم على فضل معاوية، فضل الصحبة فوقت معاوية على عمر بن عبد العزيز. لكن أنت لو سألت ما الذي حمل عمر بن عبد العزيز على هذا العدل العظيم؟ العلم، وكان يعظم ابن المسيب وكان يعظم العلماء، ومعه رجاء بن حيوة كان معه من الفضلاء العلماء الذين كان يقدمهم، وما من مسألة تعن في شؤون الدولة إلا وهو يراجع فيها من عمر بن عبد العزيز، يراجع فيها العلماء والفقهاء. ارجع إلى خلافة بني العباس، هارون الرشيد كان يحج عاما ويقاتل عاما، وكان أعلم الناس بالفقهاء والعلماء وأعظم الناس تعظيما لقدر العلماء. كان مالك دخل عليه وهو جالس، سواء محمد بن حسن الشيباني، فقال يا إمام فأسألك، قال كيف تسألني ومالك يقف والأمير يجلس، رحم الله الأمير، هكذا يتعامل مع العلماء. فقام هارون الرشيد معظما لمالك وهو يسأله، ثم قال له هارون لا والله لا أرضى إلا أن تجلس مكاني، احتراما وتوقيرا للعلماء، وكان يفعل ذلك كما قلنا هارون الرشيد يقرب العلماء ويحسن اليهم، لذلك مكن الله له. وقال العلماء كان هارون الرشيد اقرب الناس الى سيره عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. فانت على مر الدهور والعصور ان رايت تمكينا للامه لا تجد الا وهي مصاحبه لتعظيم العلماء. لا يمكن امه بلا علم لا يمكن ان تتقي بحال من الاحوال. الله جل في علاه بين انه اناط الضياع بالجهل واناط الفوز والنجاه بالعلم، والأمة إن لم يكن فيها العلماء كما قلنا خابت وخسرت، بل الدنيا بأسرها إن خلت من العلماء خابت وخسرت. يعني يحزنني أن أقول هذا الكلام، لكن أنا أيضا حدث معي وقعة، لذلك تذكرت قلت رحم الله عمر ورحم الله ابن مسعود ورحم الله العلماء. ابن مسعود وابين في الزمان الذي نحن فيه يقول للذين تمكنوا، يقول أنتم في زمان كثر فيكم الفقهاء وقل فيكم الخطباء، لذلك كان زمان التمكين، وسيأتي زمان على الأمة يكثر فيها الخطباء دائما للنهار
قصص وعبر جيد جدا مشكور جدا، لكن مش عالم ولا تتدخل في العلم عشان حتى لا تضيع. فقال ويأتي على الناس فيكثر فيه الخطباء ويقل فيه العلماء. هذا الزمان الذي نحن فيه الآن. فيعني هالني مسألة عنا امرأة مريضة جدا وأخوات فضليات يعني عندهن عاطفة عظيمة لشفاء هذه المرأة، فقالوا لعل المرض الذي ألم بها وهذا جاء فجأة لعله حسن جيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر موت أمتي بإيش؟ بالعين بالعين. وقال لو كان شيء يسبق القدر لكان العين. فإيش بقى فعلنا الفضليات الفقيهات العالمات المجتهدات على ما قل على ما شئت. فجمعنا كل فتيات وأخوات المسجد وتوطأنا جميعا كلهن حاسدات، هم ما يعرفنا من الحاسد. فقال الجميع يتوضأ، فحشرنا جميع النساء يتوضأن، وحشرنا مش عارف مرات الخيمة يتوضأن، هم المكان الفلاني يتوضأن. فاتصلوا فيه وأصلا قريبة لي هذه المريضة، فقلت نبتدى الشفاء ببدعة من في دين الله ذلك أولاه. قالوا إيش البدعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا لأخيكم. فأنا ساكت، أنا قلت لعل أنا وهمت، توضأوا لأخيكم أنا لم أرى هذه اللفظة، توضأوا لأخيكم أنا عند قرأت هذه اللفظة أنا لم أقرأ. قلت فقال أنا عن جهلي وقفت عند جهلي، قلت حتى لو اللفظة دي وجدت توضأوا لأخيكم فهي محمولة على وقعة الحال، إن الرجل لما رأى أخاه قد خلع ثيابه وكان رجلا جسيما جسمه كان فيه ما فيه من النعومة، نظر إليه الآخر فقال ما وجدت هذا الجلد نعومة الجلد يعني ولو على امرأة مخبأة في خدرها. وأقعر سقط في وقتها، تلبت سقط في وقتها حتى انسل حملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ميتا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال على ما يقتل أحدكم أخاه، ثم أمره أن يتوضأ ولا يتوضأ، قال يغسل مواضع معينة داخلة الإزار، ففي مواضع معينة لابد من غسلها حتى يغتسل بها الرجل. لا قال توضأ كل النساء توضأ. والأخرى قالت لا لم أرى بعد التزامي يوما في حياتي أصر إليها من هذا اليوم، هذا يوم بئيس عليك، أنت تبتدعين في دين الله تقول لم أرى يوما أفضل من هذا اليوم، أن أنت حشرت النساء جميعا ثم بعد ذلك لما تعلوني قلت والله هذا لا يصح دعونا وردوا هذا الباب. فاستشكلوا عليها ما فقالوا الفلان اتصلنا بفلان فلان الدكتور والدكتور رأس الدكتور، وقال هذا عين السنة وعين الصواب. اكتئبت أنا في هذا والله لما سمعت هذا، اكتئبت جدا وقلت يعني ليش التخليط. فمن كان داعيا فليكن في الدعوة، ومن كان عالما فهو الذي يفتي وتصدق. أما هذه المسألة التي يعني تخبطت مع النساء ما طلعت قال شفا متنطع المتشدد قال بدع، الرجل قال عين السنة وهذا يقول عين البدعة، فإذا إيش واحد فيهم لازم يتقتل؟ ما هو الحق لابد موجود، واحد يقول عن السنة ثاني يقول عن البدعة، انتهى الموضوع. ودعك بقى إذا النساء بقى وافقت هواهن، تقول شوف طول أمرنا بنقول هذا الرجل يعني رجل ما يمكن حد يسمع له، هذا الرجل لابد إن احنا ننبذه. طبعا لما وافق هواه وافق طبق شنة، وافقه فعانقه، ده مش عناق، ده زواج إلى الأبد في هذا الباب. فطبعا هذه المسألة مسألة صراع العلم، لذلك عمر بن الخطاب كان يهتم كثيرا جدا في خلافته بالعلم والعلماء، حتى هو نفسه يقول اجلسوا اجلسوا هيا نؤمن ساعة نتذاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يشدد على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال عن أهل الأهواء أعيتهم السنن أن يحفظوها، أعيتهم السنن أن يحفظوها. ولما جاء أبو موسى الأشعري يدق عليه الباب يستأذن، استأذن مرة فلم يرد عمر، استأذن الثانية هو كان بعث عليه، استأذن الثانية فلم يرد عليه، الثالثة ما لم يرد عليه فمشى أبو موسى، أبو موسى معه سنة، عمر بن الخطاب طلبه، فطبعا جاءه قلبه سقط في رجليه، قال دعوت كلمة لم تأت، قال استأذنت الثلاثة يا أمير المؤمنين فلم تأذن لي فمشيت، قال ولم تمشي؟ قال هكذا قال رسول الله. عمر بن الخطاب ما يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أتركنك حتى تأتيني بشاهد. يقال أبو موسى الأشعري ذهب إلى مجلس الأنصار مذعورا، ثم قال رجل هذا رأى الدجال إيش اللي فيه؟ فأنا ما أتكلم من وراء عمر استغفر الله عشان ما يأتي أصحاب الورق، أقول يعني كأنه رأى شيئا إيش هاله، وما هاله إلا أن عمر بن الخطاب بشدته لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لابد أن تأتيني بشاهد. فذهب فقال أبو سعيد أو قال أبي والله لما فعل عمر معك ذلك، ولاموا على ذلك لما تشتد مع صاحب جليل
من صحابة رسول الله يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها المسألة حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لنا بعثنا معك أسرنا وبعث أبا سعيد الخدري، فاتفق مع أبي موسى فيما قاله بأن الإنسان قال الاستئذان ثلاثة وإلا لم يأذن له فيرجع. وأيضا تراه كان دائما يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لينشرها بين الناس ويعمل بها. لما عمر بن ياسر اختلف معه لما جاء أحدهم يستفتيه فقال له كنا في سفر وانقطع الماء وأجنبت ماذا أفعل؟ قال عليك أن تتيمم. فذهب إلى عمر قال لا تصلي حتى تجد الماء، وذهب إلى ابن مسعود قال لا تصلي حتى تأتي الماء. فهو أفتى لكنه يبحث عن السنن النبوية. فلما قال له عمار بن ياسر يقول بكذا، رجع عمار فقال يا أمير المؤمنين أما تذكر سافرت أنا وأنت وأجنبت أنا فتمررت في التراب وصليت وذكرت ذلك مثلا، فقال كان يكفيك أن تفعل كذا وأنت ما صليت؟ قال لا أذكر. قال إن أردت أن تمنعني عن هذا الحديث لم تنع. وهو أمير المؤمنين قال لا والله علم لابد ينتشر. وهنا تطبيقا للقاعدة التي قاعدها العلماء من فعل عمر الخطاب في سرعة لبان هذا ممتاز. لكن بنسب القصة بقى هنا لما قال له طب أمتنع قال لا 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 هو ممتاز الذي القاعدة أتى بها، لكن هناك أقوى المثبت مقدم على الناس كأنه قال لا أنت تقدم علي أنا نافي وأنت مثبت. لكنه قال له نوليك ما توليت أمرك إلى الله لأنك عندنا من الثقات، لكن اضبط هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت تراه لما تعلم الإملاص الجنين دية الجنين أخذ من محمد المغيرة محمد المسلمة أن في الجنين غرة فحكم بها، فكان ينشر العلم والعلماء لذلك، وكان يعظم العلماء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول قضية لا أبا ولا أبا حسن لها، أعوذ بالله من قضية لا ولا أبا حسن لها. ومواقفه العلمية كثيرة، وسامحوني إن كان الباب باب يعني إن كان الباب بابا عقديا، لكننا أيضا لابد أن نمر لأنها منهجية خلافة. فكان عالما متعلما متفقها وفقيها مفقها عمر بن الخطاب، لذلك عنت مسائل وظهرت مسائل كثيرة في عصره فبتها هو. من هذه مثلا في عام الرماضه حاطب بن أبي بلتعة كان يملك بعيرا، فجاء ثلاثة نفر فسرقوا البعير فذبحوه ونحروه وأكلوه، فأتى بهم عمر بن الخطاب قال كيف سرقتم البعير؟ فقالوا له من حرزه. أنهوا المسألة، أنت فاهمين ومش فاهمين؟ هو بيسأل عشان لو كان من الحرز يبقى سارق، لو مش من الحرز فاهمين؟ فهم قصروا عليه الطريق، فهو بيسألوا كيف سرقتم؟ قال من حرزه، يعني سرقة لأن الجمل بالإجماع يصل إلى ربع دينار ولا ما يصل؟ يصل ويفوق. فأمر بهم لتقطع اليد، ثم تراجع وقال، وكان العام عام رماضي وكان العام عام مجاعة، فتراجع وقال لا، ثم ضمنهم ضعفي ثمن الإبل. أسأل الإخوة أين فقه عمر في هذه المسألة؟ رجل سرق، طيب فسرقة الرجل كانت بالضوابط المشهورة وقد توفرت الشروط وانتفت الموانع على غالب الظن بأنه عاقل بالغ مكلف مختار غير مكره، وأيضا سرق نصابا من إيش؟ من حرزه، فالقطع عليه فلم يقطع. أريد فقه عمر في هذه المسألة، هات وين شوف بس حبيبي مين الأسرع مين الأسرع بقى وقال الدرات؟ لو قالها غيرك لشددت عليك في السؤال. ليش إجابتك شديدة صحيح، لكن لما تسرعت قلت هدخلك بقى في متاهات، سترى المتاهات هذه. هو قالها الأخر، شوف عنده إن إيه وإيش وإيش الدليل في إن الضرورة، شوف إيش فيها، إيش وجهة النظر حتى لا يقطع، وهي الضرورة تمنع ما هو سارق ما ماله أكل ميت. أنا ما حيموت إيه يابا، أنت دلوقتي عم نتكلم على الوجهة العلمية، أنتوا فهمتم؟ عام مجاعة إيش فيها؟ خلاص أنا لن أتعداك عشان أنت تطوعت مرتين، فأنا كنت أتركك للثالثة، تعال بقى ثالث. وجهة النظر العلمية فين؟ وين الفقه هنا؟ ما أقول عمر الرصين بفقه العالم، ما فما كان في أكل صح؟ صح؟ وين الوجهة العلمية؟ إيش هنا حد تعطل ليش؟ الوجه وجهة النظر العلمية، وين فقه عمر هنا؟ هيك. وإيش الدورات طبع المعضلات؟ وما لنا ولا وكيف يمتنع حتى لو دورات طبع المعضلات كيف يمتنع عن القتل؟ هذا حكم الله والسارق والسارقة في الطاعدة هنا. وين الشفر؟ وحفظ النفس في إيش؟ طب ما يأخذ جمل ويأكله حفظ نفسه، جمل تأكل فيه سنة كاملة. ها الله
ممتاز، وكنت أظنها ليست عندك لكنها التوفيق من الله تسديد. والله نعم حق، لو فض فوق ثم لا فض فوق لا فض فوق. ونظر في الضرورة هنا فوجدها أنها تنزل منزلة المكره، ما أنت عندك أصلا. قال الإنسان رفع علامات الخطأ والإنسان مستكره عليه، فقالت الضرورة ألجأته، فكأن الضرورة كانت ملجئة له فكانت إكراها، فهنا وضعوا في باب الإكراه لذلك لم يقطع يده، وضعوا في باب الإكراه فلم يقطع يده. وأيضا لها وجهة ثانية لكن هذه الوجهة هي الأقوى وهي التي كنت أبحث عنها، هي وجهة إيش؟ قلنا يقطع لأنه سرق محرما، لا لا لأنه حرم عليه حرمت عليه السرقة فإيش؟ سرق صحيح ولا لا؟ لكن في عام النجاعة ألجأته الضرورة فصار المحرم عنده حلال فانتفت العقوبة. يا رب مفهوم؟ هذه الوجهة الثانية، فالعقوبة تدور مع علتها الحرمة، فلما انتفت الحرمة انتفت العقوبة بالضبط كما قلنا أكل الميتة قدرا وإيش أكل الميتة شرعا حرام صح فيضر بالبدن. طب لو احتاجها قلنا يبقى رفع الضرر قدرا. مش حد فهم شيء؟ مش حد فهم شيء؟ قل أبي مقدار صلى مقدار. ولذلك هو عمل إيش؟ ضع ما ضمنه من الجمل بتاع صيد. هذا الذي السؤال بقى التابع، قلنا فلما تعدوا في الأكل مش بالقدر فجعل الامر على الضعفين، لكن اصل المساله انها ايه قد ابيحت، فلما ابيحت انتفت العقوبه. ايش تريد؟ ما فهم. اقول لك الميت حرام ولا مش حرام؟ حرام، فان اكلها لابد ان يعذر لانه قد اتى حراما. طب كان في سفر ولم يجد طعاما فاكل الميت يعذر؟ ليش؟ ما هي عقوبه وهو اكل ميتا. قلنا لانها لما كانت حراما وقعت العقوبه، فلما انتفت الحرمه ارتفعت العقوبه. نفس الامر في أيام المجاعة لما انتفت الحرمة انتفت إيش العقوبة. هذا الوجه الثاني عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه، أما هو قلت الله لأنه زاد فيها أكل جمل بحاله. المسألة الثانية امرأة مجنونة أو امرأة كانت جاهلة زنت فقام ليرجمها، ولكنه يشاوث الأمر. قال ابن المطلب كيف ترجم امرأة لا تفقه شيئا، ما تعرفش يعني الزنا، لذلك هي قال لها زنيتي؟ قالت نعم بدرهمين. فهي تقول نعم زنيت بدرهمين، مش ممكن تتصور امرأة تقول نعم زنيت بدرهمين إلا هي إما لا تجهل الحكم وإما أنها إيه مجنونة. وهو قال بعض العلماء قالوا في الرواية الثانية أنها كانت مجنونة، فقال كيف تقوم الحد على امرأة لا تعقل شيئا تزني بدرهمين وتقول لك زنيت بدرهمين، وهي تقول لك تصريحا نعم زنيت بدرهمين، تأخذ درهم درهمين. فلذلك أراد أن يرجمها الحد. فأنا علي بن أبي طالب فأخذ بقول علي بن أبي طالب. وانظر إلى علمه العظيم أيضا في امرأة يعني تزوجت في عدتها، تزوجت في عدتها. خلينا معزنا أصلا معزنا مرة ثانية. جاءته أيضا امرأة قالت توقع عليها رجل، هو أخذها وأخذ رجل قد زنى بها، فأراد أن يقوم عليها الحد. قالت والله يا أمير المؤمنين نمت فما قمت إلا وجدت رجلا جاسما عليه. بعدما انتهى قامت الرجل زان بها وهي نايمة، هذه المفروض هذه تغلق عليها الأبواب لأنها نايمة مش مستشعرة بأي شيء. فدخل الرجل فزان بها وهي فين؟ في سبات عميق ما استيقظت إلا بعد ما انتهى. فقالت وجدت رجلا جاسما على صدري، فنظر عمر بن الخطاب فقال هذه شبهة تدرأ بها الحد، فلم يقم عليها الحد لأن الحد تدرأ بالشبهات. أيضا في هذه المسألة مسألة الحد أيضا، فعمر بن الخطاب من فقهه العظيم أنه قتل 10 أو أكثر من 10 تمالأوا على قتل صبي، مسألة اليمن المسألة اليمنية المشهورة، وقال لو تمالأ عليه أهل اليمن بأسرهم لإيش لقتلتهم به. لذلك العلماء يقولون قتل الجماعة بالواحد نعم لأنه فيه متسبب فيه مباشر، ولو فتحنا المجال بسد الذريعة وحسم المادة فقتل الجماعة بواحد. وهذه بابها الفقه، لذلك أنا لا أوسع فيها المسألة. أيضا امرأة تزوجت في العدة، امرأة تزوجت في العدة بعدما طلقها زيد فهي أرادت الزواج، بعد حيضة مرور حيضة تزوجت بأحمد، فجاء عمر الخطاب فعلم بذلك فأخذها فضربها وأخذه فضربه، فنظر فيهما فوجد المرأة لا تعلم ووجد الرجل لا يعلم فضربهما. ها ما هو لا تعلم وضربهما ضربهما جلدهما. ممتاز تعذيرا، يعني قلت تعذيرا ما ضربهما الحد، ضربهما تعذيرا انهم لم يتعلما، لكن فعل امرا بفقه غزير فقال ففرقهما، لان الزواج زواج باطل، النكاح نكاح باطل لانه الزواج في عدته، فنكاح باطل ففرقهما ومنعه من الزواج به.
لا يكون خاطبا مع الخطاب. وهذا تطبيقا لقاعدة العلماء يقولون بها، وطبعا مش هو اللي مطبق، هم اللي استقوا القاعدة من فعلي. ايش هي القاعدة بسرعة؟ ها، ممتاز. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، فانا من خاطبا. هذا من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. من ذلك ايضا ان امرأة ولدت 6 اشهر فقال ائتني بها، فجاءت فهيئها للرجل، فلطمت اختها او صرخت اختها فقالت هم المعين، ثم ذهبت الى ابن ابي طالب، ولدت اختي 6 اشهر وليست بزانيه، اليس لها من عذر؟ فقال ابن طالب عندي عذر له. ثم قرا قول الله جل في علاه، وحمله وفصاله 30 شهرا 30 شهرا بالعدد الصريح. في الايه الاخرى قال حولين كاملين لمن اراد اي يتم الرضاعه. طيب الفرق بين 30 شهر وبين حولين كاملين 6 اشهر، في حد فهم المسألة؟ هند ولدت 6 اشهر فقال هذه متهمة، لان الولادة تكون في ايش؟ في 9 اشهر، الا ان يأتيني دليل بان يمكن في الامكان ان تلد المرأة 6 اشهر. ففي الايتين، الاية الاولى 30 شهر والاية الثانية في عامين، وفي سورة البقرة حولين كاملين. ايش الفرق بين 30 شهر وحولين كاملين؟ يبقى دي اقل لمده الحمل. فتعجب من فهم وفق علي بن ابي طالب، فطبق ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فهذه مضات من خلافه عمر واهتمام عمر بالعلم والعلماء. نختم او قبل ان نختم بكلام على اخلاقيات عمر بن الخطاب وموت عمر بن الخطاب، مواقف ايمانيه عظيمه لعمر بن الخطاب. واول ما نستعل به واعظم ما نستعل به حفظ جناب التوحيد. قضيه التوحيد هي قضيه الكون. الله ما خلق الخلق إلا لتوحيده. قال الله جل وعلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من العجب العجيب أننا سمعت بعض الذين يظهرون في التلفاز فقال ليل نهار يقولون التوحيد 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 التوحيد. كفرتم الناس يعني، والناس كفرة كل شوية تقول هذه قضية الكون التوحيد هم الناس كفرة. طب هل أنت تستقي من أنك تتكلم في هذه القضية الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق بأنك تتهم الناس بالكفر؟ لا، ده أنا دائما أقول للناس حافظوا على هذه القضية، أنتم من التوحيد بمكان، حافظوا على التوحيد. أقول لكم أنتم خير أم إبراهيم؟ أجيبوا. قال الله جل وعلا حاكيا عن إبراهيم أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم النخعي أو غير إبراهيم النخعي قال من يأمن على نفسه الفتنة بعد إبراهيم عليه السلام؟ من يأمن على نفسه ألا يشرك بالله جل في علاه بعد إبراهيم عليه السلام؟ هو يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والله جل وعلا يقول لأعظم الخلق توحيدا له، لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له تعبد الله مخلصا له الدين، تعبد الله مخلصا له الدين، قضية الكون. لذلك صار عمر بن الخطاب رضاه كان من أعظم الناس سدا لذريعة الشرك، حتما لمادة الشرك، وحفاظا على جناب التوحيد وحماية جناب التوحيد. من أهم الأمور التي فعلها عمر بن الخطاب سدا لذريعة وحتما لمادة وحفظا لجناب التوحيد مسألة الحجر، وهو يطوف ويعلم الناس تتبرك. انت ترى في مكة ما تراه عجبا، الناس يدعون الحجر بعد ذلك ليرزقهم ويعافيه. ان قلنا بان هذا فيه غلو من الناس، لكن يتبركون بكل حجر في مكة. فهو يأتي الى الحجر ولا يريد ان يقبله، لكنه يتذكر دائما ان الانسان قد قبل الحجر، فيقبل الحجر ويقول كلمات من ذهب تحفر على الصدر. قالت والذي نفسي بيدي اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، النافع الضر والله جل في علاه. لا التوسل بالاموات غير الاموات، ولا التبرك بالاموات ولا غير الاموات. بحال من الاحوال من يتواجد، يعني بعضهم يقول قد قال الذهبي بان قبر معروف الكرخي ترياق شفاء. شفاء من ايش؟ معروف الكرخي صارت يحتاج دعاءك انت، فكيف تراب وقبر يكون ترياق ويكون شفاء؟ لا شفاء من ايش؟ بل اقول قبر النبي لا يكون ترياقا لاحد الذي يمرض ويشفى. ومن الله جل في علاه؟ أما قال إبراهيم عليه السلام قال الله جل وعلا عنه أنه قال وهو الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيني. شفاء من عند الله جل في علاه. فكيف يكون قبر معروف الكرخي شفاء وترياق؟ نعوذ بالله من الخذلان. انظر لعمر بن الخطاب وهو يؤسس لنا هذا الأصل ويؤصل لنا أصل عندنا سلفنا. هؤلاء هم الذين نجعلهم قدوة لنا وأسوة لنا. هؤلاء ديننا مرهون بأمثال هؤلاء. فعمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول الذي نفسي بيدي أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الأعجب من ذلك عندما أخبر بأن أناس يتقصدون الشجرة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، يصلون عندها
يصلون عندها يتبركون بهذا المكان يقولون لعلها أعظم أجر، لعلها أقرب إلى الله جل في علاه، لعل الدعاء عندها يكون مقبولا، كما يفعل بعض الناس يذهبون إلى القبر الفلاني والقبر الفلاني يدعون الله عند هذا القبر، يتمسكون ويقولون ولي صالح لعل الله يقبل هذا الدعاء في هذا المكان وهذا المقام. قلنا لا والله، لا شرف لمكان ولا زمان إلا من عند الذي خلق المكان والزمان. من أين تعرف أن هذا القبر قبر ولي صالح؟ من أين لك أن يكون وليا صالحا؟ من أين لك أن يكون مقبولا؟ ومن أين لك أن تكون أنت مقبولا؟ هذه ذريعة إلى أن تعتقد فيما لا يعتقد إلا في الله. وقد حدث عندنا، ذهب الناس كثيرا للبدوي يصلون هناك تبركا حتى يتقربون الله جل في علاه، يتقرب كل واحد منهم إلى الله جل في علاه بهذه القربة، ويعلمون أن الدعاء مستجاب هناك. حتى سأل الناس البدوي من دون الله، والله حدث صريحا صريحا، ومن عاش هناك يعلم ذلك، كانوا يسألون البدوي أن يشفيهم أن يغيثهم من دون الله جل في علاه. فهي ذريعة، حتى لو قلنا أن هناك الناس يحفظون أنفسهم لكنها وسيلة وذريعة. فاحسم المادة، أما قال صلى الله عليه وسلم عندما دخل على القوم وقال أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، وبالإجماع هو خيرهم وهو سيدهم، ومع ذلك يقول إنما السيد الله، ثم يحذر ويقول أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. المسألة مسألة فيها ما فيها، لما قال له شاء الله وشئت قال أجعلتني الله ندا بئس خطيب الأمة أنت، حفظا لجناب التوحيد. لذلك لما سمع عمر اشتد غضبه على ذلك وزجر الناس، ثم ذهب إلى الشجرة فقطعها، قطع الشجرة كلية حسما للمد وحفظا لجناب التوحيد. ولما فتحوا تستر وقالوا له أنهم وجدوا قبر دانيال عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، علم أن الناس لما علموا أنه قبر النبي ماذا سيحدث؟ سيفتنون به التبرك بالقبر، ويذهبون عند القبر ويسألونه أما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الآن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم امرأة بعثت ورقة وقال لي الإمام في المسجد بالتصريح، قال وجدنا الورقة بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول له يا رسول الله بنتي ما تولدش، يا رسول الله قد تولد، طب يا رسول الله ايش هيفعل لابنتك التي لا تلد؟ ان لم تدع الله جل في علاه اجعلت النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني يسد لك هذه الخلة، والله هو النافع الضار. الغرض المقصود، علم عمر الخطاب بذلك فبعث اليهم ان عموا على قبر دانيال، وحفروا 13 قبر حتى يعمي عن مكان قبر دانيال حفظا لجناب التوحيد وسدا للذريعة. والامر الاعظم من ذلك هو التوسل، بين التوسل المشروع من التوسل الممنوع. لما اصابهم الجد والقحط، وكان يعلم ان اصابة الجد والقحط لابد لها من دعاء لرفع البلاء، لان الذي ينزل البلاء هو الله، هو الذي خلق البلاء وهو الذي يرفع البلاء وهو النافع الضار وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. هذه العقيدة الصافية النقية، لما تشرك هذه العقيدة؟ لما تجعل في قلبك ان تعتقد في اناس لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا؟ ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هو الذي قال ذلك، بل امره الله ان يقول ذلك، اني لا املك لنفسي نفعا ولا فإلا ما شاء الله. فكانوا إذا أجدب الأمر عندهم يدخل العربية يقول يا رسول الله استسقي لنا، فيتوسلون بإيش؟ ظاهر جدا أنه دعا وتحاضر، ما نزل من المنبر حتى تحاضر الماء من على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر الخطاب بين يدي الناس ويعلم أن الناس يذهبون يتوسلون بدعاء النساء. مات النبي وحدث الجد والقحط الشديد والمجاعة، فأراد عمر الخطاب أن يتوسل. من أقرب الناس استجابة للدعاء؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم، أسرع الناس إجابة والنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا أسرع الناس إجابة وهم في إعواز شديد وفي جذب وقحط شديد، فعمر الخطاب الآن يأخذ بأي وسيلة؟ الوسيلة المحتملة ولا الوسيلة المقطوع بها؟ الدعاء المستجاب لمن؟ إذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب ومقطوع به، توافقون ولا تخالفون؟ طيب ودعاء العباس؟ ها أجيبه، محتمل مظنون، يمكن أن يرده الله جل وعلا لعلة من العلة، ممكن أن كنت وفرت شروط لكن لم تنتفي الموانع، توافقون ولا تخالفون؟ طيب الحمد لله. عمر بن الخطاب قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم لو كان في الأمة ملهم لكان، قال أن في الأمة السابقة من قبلكم كان محدثون أو كان ملهمون، ولو كانت في الأمة ملهم فهو عمر بن الخطاب. وقالت عائشة كان المحدث سيد الأمة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هو الملهم الفقيه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرب اللبن وقال أولت ما أولته؟ قال أولته على العلم. فهل يترك المقطوع به ويذهب إلى المظنون؟ عنده المقطوع به من؟ وعنده المظنون من؟ هل عمر بن الخطاب الفقيه المحدث الملهم العالم النحرير يترك المقطوع به ويذهب إلى المظنون؟ أجيبه، لها إجابتان، لا ممكن لا أو ممكن آه. والله
لا ممتاز بسرعة أجيب. لا ممتاز سعيد إن كان المقطوع به إيش لا يصح شرعا، يعني هو الآن لا يترك المقطوع به إلى المظنون إلا إذا علم يقينا أن المقطوع به لا يصح شرعا. الحمد لله فنظرنا في عمر الخطاب فقال وأتاها صريحة للناس، والله أنا ما أدري يعني الذين يحاربون هذا الحديث ماذا سيفعلون. وعمر الخطاب بأصرح ما يكون وهو يقول رضي الله عنه وأرضاه يقول كنا إذا أجدبنا توسلنا برسولنا، توسل بمن؟ ثم قال وقد أجدبنا ورسول قد إيه قد مات فقال قم يا عباس، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه لأن العباس قام قال اللهم إنك تعلم أني لست بأصلح، بل عمر بالإجماع أفضل منه، بالإجماع عمر أفضل، علي أفضل من العباس بالإجماع أيضا، عثمان أفضل من العباس بالإجماع أيضا، طلحة الزبير عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص مالك. ومع ذلك قال ولكنهم فعلوا ذلك لمكانتي من رسولك صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم انك تعلم انه ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه ونستغفرك اللهم ونتوب اليك. فهطل المطر، هطل المطر على الناس. فالغرض المقصود قام حفظا لجناب التوحيد يبين للناس المقتضي موجود والمانع منتفي، ولم افعل فتعلموا بلسان حالي انه لا يجوز. وترجم المقتضي موجود، القحط والجذب الشديد والاعواز الشديد، المقتضي موجود والمانع منتف. كان يذهب الى مثلا يا رسول الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول كما يدندنون حول هذه الايه صحيح. قال ما قال له النبي صلى ما قال الله عمر الخطاب ادعوا لنا يا رسول الله ان يرفع عنا هذا البلاء، ولم يفعل. ثم ذهب الى العباس وقال قم فادعوا فتوسل بدعاء العباس. فتوسل عمر هنا من ارفع انواع الذب عن جناب التوحيد وحماية لجناب التوحيد. هذه ومضات ومواقف إيمانية عظيمة من عمر الخطاب ويحافظ على القضية الكبرى قضية الكون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقول الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إشراكا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا معناه نكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به مصدر مؤول بمعنى ان الله لا يغفر اشراكا، القراءه التفسيريه تكون ان الله لا يغفر اشراكا به، فاشراكا يعني صغير ولا كبير. لذلك كانوا يحافظون على جناب التوحيد. من ذلك ايضا الاهتمام بعبادات الناس، واهم ما يكون في عباده الناس الركن الركين والاصل الاصيل في هذا الاسلام، عمود الاسلام هو الصلاه، فكان يهتم بذلك. دخل على الناس في صلاه التراويح فوجدهم اوزاعا، خمسة يصلون هنا واثنين يصلون ويصلي اثنان رجل يصلي باثنين وثلاثة، فوجدهم أوزاعا فقال لو جمعت الناس على رجل واحد لكان خير. فجمعهم على ضيب كعب وجمع النساء على تميم الداري، فدخل فوجد الناس بفضل الله قد اجتمعوا جميعا ويصلون وكل منهم يبكي وكل منهم يتدبر قول الله جل وعلا. فبكى عمر الخطاب وبقيت إلى اليوم الحمد لله في حصيرة عمر الخطاب، قال نعمة البدعة هذا قول الله جل وعلا، أيضا قدر هذه المقولة عشان تكون فتنة يميز الله بها القبيض والطيب صاحب الهوى غير صاحب الهوى. عمر يقول نعمة البدعة، وانتوا تقولون بدعة 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 بدعة، خنقتونا في حياتنا بالبدعة البدعة البدعة. عمر يقول نعمة البدعة، إذا البدعة نعمة وبدعة إيه؟ بئس البدعة ونعمة البدعة. قلنا لا والله عمر الخطاب لم يبتدع بدعة بحال من الأحوال. نعمة البدعة ابن تيمية طبعا، وفي الأعصام أصلا نقل ذلك، نعمة البدعة ابن تيمية ينقل في كتاب الفتاوى استغفر الله. وفي الأعصام أيضا كان يتكلم عن هذه المسألة على أنها البدعة اللغوية، البدعة اللغوية اللي هي على غير مثال سابق فقط، ما يقصد بأنها بدعة بدعة في الدين، وهذا كلام غلط. أنا لا أدين الله بهذا الكلام، هذا الكلام ضعيف، هذا الكلام ضعيف، بل هو قال نعمة البدعة ويقصد البدعة التي يقصدونها من باب المشاكلة والمقابلة إمعانا في تقريع المبتدع وتوبيخا في تقريع المبتدع. كانهم يقولون يا أهل البدعة لو أردت البدعة فاتق الله وابتدع في السنة. والله ما حد فهم حاجة. بالنظير يعني بالنظير تفهمون ذلك، يا مرائي لو أردت المراءة، لو أردت أن ترائي رأي الله. فهمتوها هذه ولا؟ فهو يقول للمرائي أنت ترائي، لو أردت أن ترائي رأي الله يا هتكسب كل شيء، وأنا أقول لك بقى أردت البدعة ابتدع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ايه؟ يعني عضت بالسنة وامسك عليها، فتكون نعمة ما ابتدعت على نفسك انك عضت تعض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لانك لو نظرت الى عمر الخطاب انه ما ابتدع ولم يأتي بمثال غير سابق، لا والله بمثال سابق، فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة وثانية وثالثة بالناس وجمعه، صحيح. لكن يمكن ان نقول هي على غير مثال سابق في عصر من؟ ابي بكر، في عصر ابي بكر عن العرضاه فقط، لكنها في الاصل الاصيل مع الرسول الامين حدثت ولا ما حدثت؟ اذا ما ابتدع في دين الله شيء، بل نقول انفرد بها، لم يفعلها النبي ولم يفعلها ابو بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد ابي بكر وان يتبع ابو بكر ابا بكر وعمر يرشده، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها. فصارت سنه، يبقى عمر لا تكون بدعه، عمر تكون سنه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا الاذان الثاني في الجمعه لا نستطيع ان نقول هذه بدعه ونتكلم ولا ننكر على احد بها بحال من الاحوال، بل هي سنه، سنه من؟ عثمان، وهي سنه مستقله ونحترم هذه السنه ونقول هذه سنه ويعمل بها ولا كلام فيها ولا انكار بحال من الاحوال. لكن ممكن نقول خلاف الاولى لان السماعات قد انهت المساله، هذا كلام ممكن ان يقال، لكن اصاله هل تقال سنه ولا بدعه؟ لا، سنه، هي سنه من سنه عثمان رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود هذا من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نختم الباب بخلافه هذا الخليفه الراشد امير المؤمنين بذكر طرف من اخلاقه العظيمه، ثم بعد ذلك نرى موقف الموت وكيف انه على فراش الموت لا يترك عباده الله جل وعلا ولا الامر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. اما زهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحدث ولا حرج. عمر الخطاب خزائن الدنيا فتحت له، ومع ذلك كان يخطب بين الناس والثوب مرقعا، حتى أن حفصة نظرت إلى أبيها فبكت، وجدت 12 رقعة في قميصه الذي يقف به أمام الناس وهو يذهب للوفود ويذهب إلى الناس يأمرهم بدين الله جل وعلا. فقالت حفصة يا أمير المؤمنين قد فتح الله عليك، يعني المسألة ليست كسابقة، خزانة الدولة كانت ضيقة، لكن الآن فتح الله عليك كنوز كسرى وقيصر، أما يكون لك أطيب العيش وأطيب الثياب وأطيب الطعام؟ هذا لا ملام عليك لأنك تستخدم سنة، تستخدم نعمة الله جل وعلا فيما يرضي الله جل وعلا. فقالت لو استخدمت طيب الثياب وطيب الطعام. فنظر إليها وقال لا أجعل خصيما لك إلا نفسك. عمر الخطاب لا غر ولا عجب أن يقول ذلك، لأنه الذي وافق القرآن ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه. انظر، وطبعا الإنكار ما كان فيه يعني قوة في هذا الباب، لأن الأمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ماذا تفعل على قبر من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. قال ماذا تفعل يا رسول الله؟ من هاك الله جل وعلا أن تصلي عليه، أما تعلم من نفاقه؟ وفعل 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 وفعل. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من فعل عمر بن الخطاب. قال دعني يا عمر، دعني فإن الله خيرني، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مره فلا يقال والله لو خيرني الله جل في عود اكثر من ذلك لا استغفرت لهم، لو علمت انه يغفر لهم اني استغفرت اكثر من 70 لفعلت ذلك من رحمه وسلم، لان الله بعثه رحمه مهداه. فقال دعك عني يا عمر الخطاب. فقال فتعجبت من جرأتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان شديدا في الحق رضي الله عنه وارضاه. فصلى الله وسلم عليه فوفقه الله جل في علاه فانزل على رسوله ولا تقم على قبره ابدا، لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. وايضا لما دخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهن يراجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عدوات انفسكن تراجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتله الله خيرا منكن مسلمات مؤمنات تائبات عابدات. فانزل الله جل وعلا هذه الايات العظيمه، عسى ربه ان طلقكن ان يبتله ازواجا خيرا منكن مسلمات، الى اخر الايات. وايضا قال للمسلم يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، لا نعلم حسن الطويه من سوء الطويه، فلو امرت نسائك بالحجاب احتجبن عن كل احد يدخل، يعني الحجاب يكون بين الازواج وبين من يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فانزل الله جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، الى اخر الايات. وايضا عندما وافق ربه جل في علاه في انا ابين هذه الموافقه على انه مسدد موفق على ما رد عليه من حفص، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في اسارى بدر وكان موفقا في ذلك ايضا، فاكثر من موضع من القران قد وافق فيه عمر بن الخطاب أن الله جل في علاه والقرآن. لذلك ألهم إجابة عظيمة جعلت حفصة تبكي بكاء شديد، فقال ما أجعل خصيما لك إلا نفسك. انظري إلى عهد رسول الله كيف كان يعيش، وانظري إلى أبي بكر كيف كان يعيش، شرف العيش، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقاد في بيته بالشهر، لا لحم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو الماء والتمر. وقال كيف كان عيش أبي بكر فبكت، فقال والله إني لأتحمل خشن العيش حتى أكون معهم في رغد العيش
فيما وصلوا إليه، لأنهم ما وصلوا إلا على أعتاب وإلا على أكتاف هذه المشقة التي تحملوها في هذا العيش. لذلك أبى أن يأكل اللحم وأبى أن يلبس الثياب الطيبة حتى يصل إلى ربه جل في علا بحال كان عليها حال النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها حال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فبكت حفصة رضي الله عنها وأرضاه. ثم جاء الموعد وإن الله جل في علا قد كتب الموت على كل أحد. فجاء رجل بعدما أحسن إليه أساء هو، قابل الإحسان بالإساءة، هذا اللئيم العلج الأعجمي المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب كان قد أحسن إليه، تكلم مع المغيرة فيه وتكلم حتى يخف أعباءه لأنه اشتكى المغيرة لعمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب قال سننظر في الأمر وأمر المغيرة أن يخف عنه الأعباء لكنه أبى إلا أن يقتله. لذلك عمر بن الخطاب قال انظروا من قتلني، قتلني الكلب، من قتلني؟ فقال ابن عباس قال هو على ما تحب يا أمير المؤمنين، يعني ليس من أهل التوحيد، ليس رجل من أهل التوحيد. وهو يصلي بالناس كان له خنجر فيه رأسان، فقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فقال قتلني الكلب، واستخلف عبد الرحمن بن عوف وأكمل هو الصلاة. ثم قتل هذا الملعون البئيس التعيس عليه من الله ما يستحق، وفي موته عبر حكم عظيمة جدا. سقى الناس عمر بن الخطاب عسلا فخرج من نفس الموضع الذي يعني فيه الجرح فعلم أنه ميت، وعلموا جميعا أنه ميت. فلما قالوا له استخلف قال لئن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، ولئن لم استخلف فإنه لم يستخلف خير من هو خير مني النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت المسألة في المخايرة بين أبي بكر وبين النبي من يقدم؟ فكان أتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فختم حياته بالاتباع المحض لرسول الله، فلم يستخلف لكنه جعل الأمر شورى في الستة. ثم قال عمر الخطاب لي طلب اذهب إلى عائشة، وهذه هي التي قلت لكم شوف خلافة هو حتى قدرا، فقال اذهب إلى عائشة. وعائشة كانت قد بياتت النية إلى أن يكون المكان بجانب أبي بكر من هي، وبعث إليها، والإيثار في الطاعات مكروه، ومع ذلك شوف ربك إذا أراد وأحب عبدا لابد تتحقق فيه إن الله إذا حب فلان كتب له القبول في الأرض. فلما ذهب ابن عمر وقال عمر الخطاب يستأذن عائشة أن يقبر مع صاحبيه، إيش قال عمر الخطاب؟ هو لا يدري أتقبل أم لا. ولما قال أمير المؤمنين قال لا تقل لها أمير المؤمنين، لست للأمير المؤمنين بأمير الآن، أنا مش عارف الموت، انتهت الخلافة، قل لها عبد من عباد الله عمر بن الخطاب، عبد الله بن الخطاب يريد أن يعني يدفن مع صاحبيه. قالت عائشة قد أثرت به نفسي وكنت أردت أن أقبر فيه، لا والله ائذن له، على طواعية وعلى رضا. فلما جاء عمر عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب يتقطع قلبه شوقا الى اجابه عائشه، ماذا سيحدث؟ هل يكون مع صحابيه ولا ام لا؟ ونتكلم في حياتي يقول انا ابو بكر وعمر، ذهبت انا ابو بكر وعمر، وجئت انا ابو بكر وعمر، السمع والبصر ابو بكر وعمر. فيتقطع قلبه شوقا حتى جاء عبد الله بن عمر يبشره وقال والله يا ابتاه على ما تحب على ما تحب فقد اذنت. شوف انظر، قال فان انا مت فاذهبوا بي فاستاذنوا عائشه فقد اذنت. هذا ممكن يكون في حياته استحيا، لكن لما يموت ممكن بقى تقول لا هذه لنفسي. فانظر الى الفتنه العظيمه لعمر الخطاب، قال ان انا مت فاحملوني ثم استاذنه، فان اذنت فقد اذنت ودفن مع صاحبين. الغرض المقصود هو على موته حدثت امور عظيمه جدا وعجيبه جدا ليتنا نعتبر بها وناتسي بها. عمر بن الخطاب بعدما طعن جعله عبد الله بن عمر على فخذه فقال دع خدي على التراب، دع خدي على التراب، وقال ضع خدي على التراب، فقال فخذي قريب من الارض، ما الفرق بين فخذي وبين التراب؟ فقال لا أم لك لا أب لك، ضع خدي على التراب عل الله جل في علاه يرحمني، ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي الله جل في علاه. عمر هو الذي يقول ذلك، يقول متذللا لله يدع الخد على التراب. وهذا الذي ذكرني بفعل ابن تيمية، وكنت دائما أبحث عن دليل لما يفعل ذلك عندما كان يمرغ نفسه في التراب ليستلهم حل مسألة من مسائل العلم المشكلة. أقول وما الدليل وما سلف بذلك؟ ابن تيمية رجل يبحث بحث عن الدليل، هذا الدليل علم من عمر لما وضع خده على التراب مسكنة وخضوعا لله جل في علاه، والله يحب من عبده أن يكون خاضعا عبدا متذللا لله جل في علاه. فقال ضع خدي على التراب على الله جل في علاه يرحمني، ويل أمي إن لم يغفر لي الله جل في علاه. ثم دخل رجل يبشره، وأدنى المبشرات من السنة العظيمة أنك إذا وجدت رجل على فراش الموت بشره بالخير، اجعله ينسى كل معصية فعلها حتى يقابل ربه جل وعلا بطمع ورجاء في الله جل في علاه. دخل ابن عباس على عائشة قال أبشري أنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأنت زوجه في الآخرة، وأنت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس يمدح فيها وأنزل الله فيه القرآن، قالت دعك عني فإني أعلم نفسي منك.
لكن هذه السنة. فدخل الشاب شاب صغير إلى عمر بن الخطاب قال أبشر يا أمير المؤمنين والله إن لك عند الله ما لك من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبة صحبه وأنك كنت على سيرة صاحبيك النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر رضي الله عنه. قال إذا أوقفك الله أمامه أتقول ذلك؟ قال إيه والله. بشرى عظيمة جدا استبشر عمر الخطاب بكلامه وسعد سعادة عظيمة. ثم ولى الشاب، فلما ولى الشاب رمقه ببصره فوجده مسبل الإزار، ما فيش خلاف في العلماء، والمسألة مكروه حمل المطلق على المقيد، هذا المسألة مسألة موت، وهو على فراش الموت لابد لا مداهنة ولا مجاملة ولا بد من الختام بالصالحات. فقال رد علي الشاب، فجاء الشاب فقال يا بني هو أحسن معه، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقال يا بني لما تسبل إزارك؟ ارفع ثوبك أرضى لربك وأنقى لثوبك، لك فيه فائدتان، فائدة أخروية وفائدة دنيوية. ارفع ثوبك أرضى لربك وأنت تدور في الدنيا على رضا الله لك وعلا، وأنقى لثوبك. وكانت ختام المسك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وختم الله له بالصالحات العظيمة، لا سيما وأنه قد علم أنه سيقتل وأنه إن قتل ستفتح أبواب النيران. مات عمر بن الخطاب رحم الله عمر بن الخطاب، رضي الله عن عمر بن الخطاب، جزى الله عمر بن الخطاب خير الجزاء عن هذه الأمة، لكن لا أمة لمن قتله، وعليه من الله من يستحق ما يستحق، فقد فتح علينا نارا لم تخمد إلى الآن. وهذه تفرطها أيضا عمر بن الخطاب عندما جلس في مجلس التحديث يذاكر الناس في الحديث، فقال أيها الناس أيكم يسمع حديثا وسلم في الفتن؟ فقال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وماله يكفرها الصلاة والصيام. قال ليس عن هذا أسأل. قال تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال اللهم نعم. قال إني أعلمها وإني أحفظها، أو قال أنا أوعاها. فقال عمر الخطاب إنك عليها لجريء. ثم قال له هات لله أبوك هاتها. قال لله أبوك هاتها. فقال ما لك ولها؟ ما تكلم عنها. انظر إلى عظمة ما كانت فرصة عمر وهو يقتل ويعلم أنه سيقتل. قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ بينك وبينها باب. فقال عمر بفراسة الفقيه الملهم أيكسر الباب أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذا لا يفتح، لا يقوم مرة ثانية. فقالوا لحذيفة أو علم عمر الخطاب من الباب؟ قال نعم، إني حدثته بأحاديث ليست بالأغاريط كالأمس واليوم، يقينا يعلم أنه الباب ويعلم أنه سيكسر، يعني إيش يقتل، فإن قتل عمر انفتحت باب الفتن وقد كان، وحلبت بعده الأمة لبنا عظيما، وما تركت الفتنة باب الإسلام إلى يوم الناس هذا. نسأل الله جل في علاه أن يرفع عن الإسلام عن أمة الإسلام هذه الفتن، وأن يرفع أمة الإسلام في عليائها، وأن يجعلها مقدمة على الأمم، وأن يعني يوفق ولاة أمور المسلمين في نصرة هذا الدين، وأن يوفق كل علماء الأمة في نصرة هذا الدين ونصرة سنة سيد المرسلين. ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وداعا لعمر بن الخطاب، نسأل الله أن نلقاه يوم القيامة على عرصات يوم القيامة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.